سيأتيكم مع ضيفنا القادم وهو الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ محمد. إسرائيل شنت هي وحزب الله وحركة حماس هجمات عبر الحدود عبر فلسطين وإسرائيل خلال الأيام الماضية. هذه الهجمات هل يمكن تصنيفها في إطار الصراع منخفض الحدة أم أننا يمكن أن نعتبرها أنها مقدمة لاشتباكات واسعة تتسع معها نطاق الحرب الحالية؟ بداية قوات الاحتلال الإسرائيلي تحارب شبحة، لا يوجد هدف حقيقي أو أهداف عسكرية يمكن القول بأنها تمثل حركة حماس في فلسطين أو في قطاع غزة تحديدا، وهو ما أعرب عنه وزير الدفاع الأمريكي من مخاوفه من أن هناك قصور في الخطط الإسرائيلية على حد قوله، وهي في الحقيقة اعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل واستمرار القصف والتعلل بأن هناك ضحايا إسرائيليين واستمرار الحديث عنهم منذ 7 أكتوبر الماضي وتجاهل الشهداء الفلسطينيين الذين تجاوزوا 5000 منهم على الأقل 400 شهيد في الـ 24 ساعة الماضية. هناك اختلال كبير في المعايير فيما يخص الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أيضا والاقتحامات أيضا والخاصة في بعض مناطق الضفة الغربية واستمرار التجهيز للاجتياح البري الإسرائيلي الأمريكي لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة. نعم. أكثر من مرة يعلن الزراع العسكري لحركة حماس وكتاب القسام في لبنان مسؤوليته عن قصف مستوطنات في شمال إسرائيل. هل لدى حماس بنية عسكرية تتيح لها الوصول كل هذا المدى أم أنها تعلن هذا بنيابة عن حزب الله؟ في الحقيقة التصريحات هنا لا يمكن أخذها بالكامل استراتيجيا أو عسكريا على محمل التصديق الكامل. بالأمس في وسط القصف الوحشي وسقوط آلاف الشهداء يتحدث أحد قادة حماس أن هناك 35,000 مقاتل في حماس وأنهم ينتظرون الاجتياح البري. لا أجد تفسيرا في الحقيقة يعني هذه الأنباء توترت كثيرا عن فكرة وجود أكثر من 35,000 مقاتل بمقاتلي حماس وربما قيل 40,000 ممن تم تدريبهم سكر في أحدى الدول بشكل قوي جدا متواجدين. نعم. للوقوف أمام عمليات الاجتياح البري، كيف ترى هذه التصريحات؟ هي لها جانبين، الجانب هو الأول الإيجابي هو دعم الجبهة الداخلية الفلسطينية وتشجيع المواطنين على البقاء على الحياة وليس لديهم خيارات أخرى في هذا الأمر. الأمر الآخر هو ما يعطي الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار دعمها الكامل بقوات الاحتلال الإسرائيلي وتزويده بأسلحة جديدة، بل الأمر ذهب أكثر من ذلك للشك في قدرة الإسرائيليين على تنفيذ الاجتياح البري، ولذلك أرسلوا أحد القادة الكبار للعمليات من القوات البحرية الأمريكية للمنطقة للإشراف على الدخول في حرب الشوارع في غزة، أي أن هناك استمرار وتخطيط مستمر لتنفيذ الاجتياح البري. وبالأمس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يكون هناك هدنة إنسانية على الرغم من مطالبة بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي بهذه الهدنة الإنسانية، وتعلل بأنها تعطي فرصة لحماس لاسترجاع الأوضاع وبدء تنفيذ عمليات أخرى ضد الأراضي إسرائيل المحتلة مرة أخرى. وهذا الأمر يعكس تناقض كبير، بالإضافة إلى أن الأوضاع أو التفاؤل في هذا الملف أو هذه الأزمة في الوقت الحالي لا يأتي إلا من خلال معبر رفح المصري الذي
تنفذ من خلاله المساعدات لاشقائنا الفلسطينيين في اسرائيل. اعلنت من قبل استاذ محمد ان هذه الحرب ستستمر من 12 شهرا الى 18 شهرا. الداخل الاسرائيلي متاثر، الاقتصاد الاسرائيلي متاثر، والعمله الاسرائيليه. هل تستطيع اسرائيل فعلا والولايات المتحده التي لديها ما لديها من حرب في اوكرانيا، مشاكل اقتصاديه هي الاخرى، قدوم انتخابات، تجديد نصفي في الداخل، هذه الموازنات الكثيرة كيف تسير من وجهة نظرك مع عام ونصف كما تشير إسرائيل من الحرب؟ إسرائيليا الداخل الإسرائيلي مخترق ومهترئ منذ أكثر من عام، وهناك خلافات كبيرة حتى في حكومة الحرب أو حكومة ما يسمى بحكومة الوحدة. هناك اعتراضات كبيرة، وتم إدخال شخصيات عسكرية في الحكومة نظرا لرعونة اليمين الإسرائيلي المتطرف والرغبة الدموية في استمرار إبادة الشعب الفلسطيني والمقيمين العزل. هذا أمر، وبالتالي فإن هذا الصراع يسمح أولا لإسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية والاستمرار في الخطط اليمينية المتطرفة لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم وهدمها، بالإضافة إلى التعلل بمحاربة حماس للقضاء عليها، وبالتالي استهلاك وقت أكبر والحصول على دعم أكبر من الولايات المتحدة وغيرها، خاصة أن الرئيس الأمريكي أعلن عن حجمة مساعدات بأكثر من 106 مليارات دولار لكل من أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى إرسال ترسانة أسلحة وأحد أكبر القطع البحرية في العالم الحربية إلى المنطقة، وهناك أخرى ستصل خلال ساعات. الأمر هنا يتعلق بأيضا أمور داخلية، خاصة في الانتخابات أيضا الأمريكية والتجهيز لها، وإظهار أن الإدارة الديمقراطية تقف تماما بجوار إسرائيل التي تعتبرها قضية داخلية وليس ضمن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. أيضا انعاش صناعة الدفاع والتسليح الأمريكي التي عانت في الفترة قبل عام 2000 وبدأت في الانتعاش مجددا منذ حرب أوكرانيا. نعم، أنا بشكر حضرتك أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام على المداخلة وما قدمته من وجهة نظر معنا وتحليل للأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة الفلسطينية مع تصعيد الحالي من قبل دولة الاحتلال. مشاهدينا